أبدأ بذكر اللي هزم كل الأحزاب، أبدأ بذكر اللي هزم كل الأحزاب. رب البشر ما خاب، من هو لجابه؟ هو الملاذ سكرت كل الأبواب، وهو الكريم اللي جزيل ثوابه. يغفر ذنوب العبد لجاه تواب، من قبل يركز فوق قبره انصابه. الله خلق نيران وجنات بحساب، وكل عطاه الله بحسب اكتسابه. بعض البشر يكسيه من سندس ثواب، والبعض الآخر يحترق في انتحابه. يا رب يا رب تسقينا من الحوض بكواب، لذاقها الضامي سلم من صوابه، ونسلم من الحشر معاناة وعقاب، وظل يوقينا من اللي نهابه. وتاخذ يمانينا من الباري كتاب، ونجتاز من فوق الصراط ومصابه. ويالله عسى رضوان يفتح لنا الباب، وندخل لجنات الفرح والرحابة، ونقطف من أثمار الشجر كل ما طاب، على سرير من ذهب وانهنابه، ونسعد بحور العين تلعات الأرقاب. يوم الرجل يرجع بكامل شبابه، وسوق سوق على ما تشتهي النفس جذاب، وكل تلذذ في الطعام وشرابه. وعلى السعادة شوف ربي بلا حجاب، في جنة الفردوس بين الصحابة. محمد المختار قربك والأقراب، وننسى المآسي كلها والكآبة. فضل الكريم فضل الكريم المعتلي رب الأرباب، سبحان من رحمته تسبق عذابه. يا رب يا رب يلي للمخاليق وهاب، ارشدني لدرب الهدى والإنابة. ويا رب نجي النفس لصابها عجاب، بدنيا دنية ما تساوي ذبابة. تم الكلام اللي ذكرناه بسباب، وعسى الدعاء صادف بوقت الإجابة. وصلوا عدد ما بان نجم وما غاب على النبي، وعداد وابل السحاب. عدد ما بان نجم وما غاب على النبي، وصلوا. حيا الصلاة، لا